وانا عايز بقى اقف هنا بس معلش بعد اذنك. Thank you.
ليه بقى؟ ايه اللي حصل فيها دي؟ بايظه. تمام. دي بيتعاد تدويرها تاني، بتدخل الفرن. انا هتكلم معاك بس انت خلص وناخد منك بقى كلمتين. ممكن بقى ناخد منك كلمة بقى؟ يلا يعني نوقف كده وناخد منك كلمة. صباح الخير عليكم أعزائي مشاهدي ومتابعي أبو كبير ميديا في كل مكان. باسمكم هنقول للناس دي صباح الخير عليكم، صباح الخير على أيادي الشقيانة، صباح الخير على الناس المبدعة، صباح الخير على الناس اللي بتكافح في صمت، بيشتغلوا وبيطلعوا شغل ما شاء الله عليهم، حاجة تفرح ما شاء الله. بيشتغلوا زي المكنة بالظبط، كل واحد عارف بيعمل ايه وبيقدم ايه، حتى الحاجة اللي هم بيناولوها البعض معروفة امتى تتناول وامتى تتسحب من الشخص ده تاني. علشان تخرج لكم الحلل اللي احنا بناكل فيها طعام، فخلونا بقى نتعرف بيك. اولا انا بشكرك انك رحبت بينا وقلت لنا اتفضلوا وعزمت عليا بشاي وقهوة وبيبسي، فانا بشكرك. قول لي بقى، المهنة دي انت شغال فيها بقالك كام سنة؟ 25 سنة. انت قلت لي ان عندك مشاكل في المهنه وان المهنه ما بقتش تحظ. انت بتتعب ما شاء الله عليك، ويعني هي مهنه خطر، ربنا يحافظ عليك وربنا يحفظك. قول لي بقى ايه مشاكلك؟ نفسك في ايه؟ ايه اللي عندك؟ لو عندك افكار انك تطور المهنه دي برضو حابين نسمعها. بس عايز اسمعك تعلي صوتك لان المايك مش معايا، فعلي صوتك. سعادتك ان شاء الله حلها، اللي هو ان شاء الله يعني. الاول عم ايمن انا عايز اوري ايدك للشباب اللي بتقعد على القهوه. لا لا لا، اقفل اللي بفل ايدك كده، انا عايز اوري ايدك للشباب اللي قاعد على القهوه. ربنا يعينك، اتفضل يا باشا كمل. المينا ده اصلا يعتبر الراس ماليين اللي هم التقال في البلد هنا مضيعينه. تمام. زي يعني محتكرين. تمام. حاليا دلوقتي انا راجل نازل اجيب شويه شغل، فبص مفيش اسبوع الاقي الشغل نزل 10000 جنيه في الطن. نزل ما زادش. نزل. رغم ان المفروض ان هو يزيد. يرجع يزيد تاني. انا اشتري بالزياده اللي بيع عليها بنقصان. طبعا سعادتك دلوقتي في ناس راس مالين هم التقال محتاجين المهنه دي. تمام. ليه؟ اول اهم ساعات بيجيبوا معادن مش حلوه. تمام. معادن مش حلوه فبيحتكروا بقى السوق. تمام. لما واحد زي حالاتي برضو يعني بالنسبه لهم صغير ما يبدا مشروع مثلا بمبلغ ويجي يشتري تاني يوم بعدها باسبوع ما يكمل الطن. دي هتخسر معايا. هما بقى يخزنوا. بيلعبوا بينا، دي مشكلته برضه. طيب خلينا بقى، انا عايزك تقول لي رقم تليفونك وعنوانك، وباذن الله ربنا يرزقك من المتابعين بتوعنا. تمام عليك. قول لي اسمك ايه ورقم تليفونك وعيده مرتين ثلاثه. حافظ عبد العزيز. ربنا يكرمك ويجيب لك. اتفضل. حافظ عبد العزيز. تمام. رقم تليفونك يا عم حافظ كام؟ 010 16 72 154. بصوا يا جماعه، انا بنشدكم بقى كل الناس اللي هتشوف الفيديو ده
وحابين يشتروا بقى حلل وحاجات خاصه بالبيت، عم حافظ موجود وهيعمل لكم كمان تخفيض. اتصلوا عليه وهيوصل لكم المنتج لحد باب البيت، او يعني يوصل المنتج لاقرب تاجر جمله ممكن ان هو يوزع عندكم في منطقتكم، صح كده؟ عشان انت ما تبيعش، انت بتبيع جمله صح؟ بتبيع انت مصنع، انا عارف بتبيع جمله، بتبيع جمله ما بتبيعش قطاعي. طيب في اي طلبات تانية نفسك فيها؟ والله طلباتي معاك الشغل التفال والسيراميك والحاجات دي وقت نايم الليله دي برضه نايم التفال والشغل التركي نايم لا بس المنتج ده ابا عن جد هيفضل موجود ابا عن جد بس النهارده ما عادش اللي هي تخش الحلل الدنيا هي عايزه تدعك الحته تلمع قدامها عاش دي الطبيعي صح ربنا يستر وهي الارزاق بالله والحمد لله ربنا يعينكم ويرزقكم من اوسم ربنا ربنا يرزقكم وربنا يحافظ عليكم يا رب مشكلتنا برضه وزير الصناعه ان هو ينزل يشوف لها حل دي متواصله معايا وابا عن جدا من زمان زمان وهي مشهوره بالالومنيوم احنا في 100 غمر يا جماعه عشان الناس اللي هتتفرج على الفيديوز احنا في 100 غمر في محافظه الدهليه تمام ايه المشاكل اللي عندك؟ المشاكل اللي عندنا الشغلانه ديت على قدر مشقتها ومتعبه ما فيهاش استقرار. ما فيهاش استقرار. الواحد لما وصل النهارده الطن النهارده عامل كام؟ النهارده الطن عامل النهارده الطن عامل 70,000 جنيه فيها. لما اروح اجيبه بقى ب 70 اجي ابيعه الاقيه بقى ب 65 مبيع. ما فيش استقرار. ما فيش تلاعب، راس المال زي ما بقول لك كده معاه ملايين ممكن يخزن يدخل على المرتاح ويجي يهدي النني. الناس اللي هم التجار هم ماسكين السوق. يوم جايين منزلين اسعار هم محتقرين المهنه ومنزلين اسعار يسمعوا في الزول يلموا خرده ويلموا خامات عن الزول بمزاجهم هم جايين في يوم رافعينها يبقى اللي هم لموا عن الزول تيجي انت تبيع فتبيع بسعر اقل فتخسر معايا يخزنوا عندهم الخرده تشيك من السوق ما فيش سعر يعني انت عايز ربط سعر من نزول استقرار الاسعار تمام فيها مشروع عشان نعرف نشتغل النهارده راح يجيب الفيديو ده 75,000 جنيه مفيش يومين اثنين يقول لك تنزيل 5,000 جنيه و10,000 جنيه، بعد ما صنعها شراها اصلا 75 بعد ما صنعها راحت 60 تمام وعايز ده كان عامل انا مطمن الوضع يا عم بضاعه ضريبيه وسجل تجاري ومظبط حالي يعني ماشي كان في تقنين وضعي الحكومي المناشده بتاعتك دي ويلبي يعني طلب في شركات في العاشر بتاع 6 اكتوبر بتصدر شغلك المتاج شبابيك وكلام من ده فبياخدوا المخزون المخزون المحلي بياخدوه ويصدروه اصبح المخزون المحلي ضعف ما بقاش في موظف الكلمه انا عامل دي انا موظف كنت بايع الحل مثلا ب 100 جنيه في قطار النهارده ب 250 جنيه في قطار مين اللي متبهدل؟ محدود الدخل صح بياخد حل ب 250 جنيه ما هو انت بتصدر حاله محدود الدخل الغلبان ده لو وصل له الحله بالسعر ده حرام برضه المنتج بتاع الغلبان المنتج اللي انا بعمله ده بتاع الناس الغلابه سيبك بقى من شغل التركي والسيراميك والكراميك والكلام ده بتوع الناس اللي قاعده في الكنداوي لكن دي بتاعت الغلبان دي اللي بتلم كده الاسره بتاعتها على الطبليه وبتقعد تاكل صح زي حالتنا يعني اصبح المهنه ديت فيها تلاعب من راس الماليين اللي هم مش خايفين على موظف الكلمه المواطن الغلبان فانا بقول بلاش الحكومه ان هي تقف في الموضوع في موضوع الصناعه دي تمام المشكله دي باذن الله صوتك يوصل وباذن الله مشكلتك تتحل وتبعد المنتج المحلي عن الاستيراد شوف لهم حل شغال تعمل كريدات دي تشوف لها حل تجيب لها خامات من بره تمام لان المنتج ده بيوصل للغلبان ونصدره برضه ساعات في ناس بتاخد الشغل دي نصدره تونس والجزائر الحلل ده اه تمام اه بيوصل للسعوديه ربنا يعينكم يا رب ربنا يعينكم انا في نهايه لقائي معاكم بشكركم ويعني بتمنى لكم ان انا اجي اعمل معاكم لقاء تاني وتالت ورابع وانتم منورين الدنيا كده ودايما انا لايف على فكره والله لايف احنا لايف كل الناس بتسمعك دلوقتي يعني المؤتمر الصحفي ده تبعته مثلا لوزير الصناعه بص هو احنا لايف فهم اكيد هيشوفوا وهيسمعوا صوتك واكيد حد هيتواصل معاك وسيبنا رقم تليفون حضرتك برضو للتواصل لو حابب تقوله تاني علشان لو حد حابب يتواصل معاك بره مصر برضو طالما انك بتصدر لو حابب تقوله تاني قوله 010 16 72 154 حافظ صح؟ حافظ الاستاذ حافظ رقم تليفونه قال اهو اي حد حابب يتواصل معاه للمنتج ده يتواصل معاه دايركت اعزائي المشاهدين ومتابعي ابو كبير ميديا في كل مكان دمتم في رعايه الله وامن نشكركم دمتم في رعايه الله